ما كان عندي إمكانية هلقة حتى أشتريها بتعرفوا من جديد صارفة النزوح والداعش ما خلى كل شيء يعني صالون مالي حرقوا الصالون صار حلو والشغل صار أحسن يعني بفضل ست نادية مراد الحمد لله اشتريت هاي الأغراض كلها بفضلها. نشكر مبادرة نادية على الدعم اللي عطتني إياه، عطتني هواي أغراض واستفاديت منها مثل الماكينة كان عندي بس وحدة بس عطتني ماكينة اللغ ويشتغلون معاي تشتغل معاي أختي ووسعنا الشغل مالتنا وعطتني كمان السبلي وجمخانة وماكينة أوفر ما كان عندي كنت محتاجته هواية ومجسمات ما كنت أعرض الملابس مالتي هسا صرت أعرضهم حتى العالم يشوفهم صار محلي جاهز بالكامل. قبل والله بس كنت أمشي أموراتي يعني يوم بيوم إيه وما كان عندي أي أجهزة ما كان عندي لا أجهزة لا مواد المستواليت الطخم الكراسي وكرسي وأهم شيء المغسل والأجهزة والمواد تجميل وكل شيء كل شيء وأهم شيء السبليت وجهاز الليزر وجهاز تنظيف البشرة وهالشغلات كلها وشكراً وكثير كثير كان ممنوني منكم.